كنت عاوز أسألك بالنسبة للمرض، لأنه يمكن هذا أكثر إشي منشوفه، أكثر إشي اللي من يعني منقرأ تعليقات عنه، اللي هي أسباب المرض. يعني في ناس بتقول أوكي مرض لأنه في خطية مثلا، وبيجيبوا الآية الكتابية اذهب ولا تخطئ لألا يكون لك أشر، وفي أسباب تانية يمكن إهمال أو إلى آخره. شو رأيك؟ أنا وجهة نظري في الأمر ده، حطيت مبدأ كده قلت ليس من يخطئ لابد أن يمرض، وليس كل مريض ارتكب خطية، لكن هل في علاقة بين الخطية والمرض؟ أقول في علاقة إلى حد ما، لأن الخطية بتتسبب لينا في أمور كتيرة في بعض الأمراض، لا واستشرت وتفشت في كل نواحي الحياة. يعني مرات الإيدز من وراه إيه؟ مش أحيانا الشذوذ الجنسي وغيره يتسبب، بلاش كده، عقد الشعور بالذنب بتسبب إيه؟ يعني أنا شفت ناس سقط تمادى في السقطة، شعور بالذنب سيطر عليه بالكامل، صدقني سبب أزمات كتيرة جدا، أزمات نفسية. إذا ما أقدرش أقول ما فيش علاقة، لا في علاقة، ده مرات الخطية والشعور بالذنب لما بيمتلك الإنسان بيجيب له اكتئاب، مرات بيجيب له نوع من الشلل، أمور كتيرة جدا. لكن في نفس الوقت بقول تاني عشان أبقى أنا بقول عن قناعتي يا سنزار وصحح لي من فضلك، إن في ناس زي ما قلنا من شوية، في ناس عندها ضمير ميت تماما، ضمير ميت وبترتكب الخطايا، يشربون الإثم كالماء، بيحصل ولا لا؟ بيحصل، يتلذذون بالخطية، أمر غريب جدا. لكن بقول في علاقة بين الخطية والمرض إلى حد ما، لكن ليس كل، أنا بقول ده عشان أحذر، لما تروح تزور واحد ويكون مريض ما يجيش في ذهنك ان اكيد ده عمل خطية، لان مرات ده التفكير اللي مسيطر علينا. ما ده السؤال اللي سأله التلاميذ للمسيح، من اخطأ بالضبط، في مصيبة لازم في وراها بالضبط يعني. بالضبط، لكن مرات بتتسبب في امراض، نعم، وكتير بتتسبب في امراض، لكن ليس كل مريض عمل خطية. ده في مريض يا أسيس نزار نتيجة زي ما قلت كسر ناموس الطبيعة، يعني أنت قاعد جاي من الحر وعرقان دخلت تكييف خدت دور برد، بيحصل ولا؟ بيحصل. مرات بنطلع من حر ندخل معرفش نتسلط، الشمس تخبطنا ناخد ضربة شمس، لا أكل معين أو شرب معين، أكل معين شرب معين، سلمت على واحد عنده مرض خدت العدوى منه، بيحصل ولا؟ كل ده بيحصل.